ونتحول الآن في نشرة التاسعة لأهم أنباء الاقتصاد في النشرة. باقة من الأخبار الاقتصادية بصحبة ليلى عمر، إليك ليلى. شكرا لكم محمد وريهام، ونتحول لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية. أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن توجيه الرئيس السيسي بتعديل شرط السن في مسابقات شغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ليصل إلى 40 عاماً بدلاً من 35 عاماً، وتعديل شرط الحصول على تقدير جيد كحد أدنى لخوض المسابقة إلى الحصول على تقدير مقبول، وذلك في إطار إتاحة الفرصة لأكبر قدر من الشباب لخوض المسابقة. جاء ذلك خلال متابعة مدبولي مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صالح الشيخ سير المسابقات المركزية بمختلف الوزارات والهيئات. ووجه رئيس الوزراء بإعلان نتائج المسابقات على موقع بوابة الوظائف الحكومية مع تسليمها إلى الوزارات المعنية. وفي سوق المال أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وارتفع رأس المال السوقي بنحو 6.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 959.251 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 64% ليغلق عند مستوى 14578 نقطة. كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 2791 نقطة. وامتدت المكاسب لمؤشر EGX 100 والذي ارتفع بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 4130 نقطة. أعلنت الرئاسة الروسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتشاور مع منظمة أوبك بلس قبل توقيع مرسوم التدابير المتعلقة بوضع سقف لأسعار النفط الروسي، وأكد الكرملين أنه من حق روسيا السيادي رد على الإجراءات غير المشروعة والعبثية. كان الرئيس الروسي قد صدق أمس الثلاثاء على مرسوم للتدابير الخاصة فيما يتعلق بتوريد النفط ومشتقاته للدول التي وضعت سقفا لأسعار النفط الروسية. تراجعت الأسهم اليابانية مقارنة بالجلسة السابقة التي سجلت فيها أعلى مستوى في أسبوع بضغط من تراجع أسهم شركات الرقائق العالمية خلال الليل والمخاوف إزاء وضع انتشار كورونا في الصين. وأغلق مؤشر نيكي منخفضا 107.37 نقطة أو 41%. كما فقد المؤشر حوالي 8.5% حتى الآن هذا العام، مما يشمل تراجعا بنسبة 5.9% في ديسمبر. ختام أخبارنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لمحمد وريهام لاستكمال النشرة، إليكما. شكرا لك ليلى.